جلستنا اليوم عشان نتكلم عن أعظم مخاوفكم للتغيير. أخاف تضيع كل ذكرياتي. ما أقدر أغير جوالي. ذكرياتي؟ إيش فيك أنت؟ خير؟ إنك تفقد جهات اتصالك، صباحات اللاتيه اليومية، هذا هو اللي يرعب. أنا أخاف إني أخسر التذكيرات اللي ضبطتها، تطبيقات، سكنات، شلة. شلة؟ شلة من أبي أبوي؟ أهدى أنت وياه. شوي شوي. شوف هذولا كلهم للحين ما عرفوا أنهم يقدرون يحولون بسهولة مع سامسونج. حول الحين.